مرحبا فيكم جميعا. اليوم حبيت طلع عليكم، انا سيرين من قسم تسويق بلدنا اوروبا. اليوم كل فريق عائله بلدنا مجتمعين بالمقر الرئيسي بالمانيا، عم نحتفل بانجاز موسم رمضان اللي كان ناجح بكل المقاييس. كمان عم نناقش اليات تطوير العمل لحتى نوصل منتجات بلدنا الفاخره لكل اسره باوروبا. تفضلوا معي لنحضر جزء من الاجتماع.